السلام عليكم، هزوا الفلاون. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. اليوم نقدم لكم وصفه تقليديه 100% اللي هي اغرو مقورن. فوالا، يعني كاين اللي يقولها الكسره، وحنا في بلاد قبائل يقولوا لها اغرو مقورن. اليوم نقدمها لكم هي يعني 100% تقليديه، يعني ما فيها لا فارينه ما فيها غيان جيتو، غير الدقيق السميد الزيت والماء، هذا ما كان والملح. عندنا المقادير، انا يعني درت بالميزان، سينو انا ندير عيني ميزاني. للمبتدئات درت كيلو تاع السميد، والسميد يكون متوسط، كيلو تاع السميد متوسط. ندير له نص مغرفه كبيره ولا زوج، يعني مغارف صغار تاع الخميره، الملح عفوا، هكذايا تاع الملح، انا ما نكثرش، ما نحبش نكثر الملح. ندير له ساندويتش، هنا ساندويتش لازم اغرو مقورن، لازم ساندويتش. وعندي هنايا كاس غير ربع تاع الزيت، كاس غير ربع تاع الزيت، هذا للمبتدئات. فوالا، نخلي هاد شويه نسحقو من بعد. كاس غير ربع تاع زيت الزيتون، ونقعد نخلط. فوالا، كي شغل هاكي تفتلي في الطعام. تاخدي هكذا حفنه، تنحي هاد الكوتي هكذا، نسحقوها من بعد، شوفوا واش نديروا بها. من بعد نبدا نضيف له الماء، تفتليه كيما تفتلي المقروط، ما لازمش تعجنيه. انا ندير له هاد الكاس تاع الماء ونشوف، ديري له بالعقل انتي تفتليها دافيه. نكمل له هذا الكاس، نزيد له الكاس الثاني ونشوف شحال ندير فيه. هذا الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. فوالا، هكذا سي بون، ما تزيدي له والو. هاني نستلو هذاك شويه تاع الزيت، والمبتدئات ما تكثروش الزيت. ومن بعد تقعدي ديري له هكذا، قطعيه برك ما تعجنيش. انا مالفا نكثر له الزيت، انا عيني ميزاني بصح، يعني باش نوري لكم حتى كي تتعلموا. من بعد لحبيتو ديفو كثر ديفو كثر. فوالا، ديري له هكذا، ديريه اونبول، ديرو شويه تاع الزيت. هاني من الفوق، بعد تاخدي هذاك اللي نحيتي، حنا نقولوا له اسمسل، لي بورتور تاعو كاع ديري له. دوك انا نحطو فوق هاد اللوحه، دوك نوريكم، نحطو فوق هاد اللوحه نكمل لكم. هنا نديرو فوق هاد الجفنه تاع الفخار، ما نقدرش ندير سمحوا لي نحيتها، ما نقدرش ندير اغرو مقورن في الجفنه تاع الحديد ولا
وديري لها هكذا، تفتحيها هكذا بلا غلو بلا. هذا هو لو فغي اغروما قران تاع منطقة القبائل. وهنا مالفا نكثرلو الزيت. وشنو يعني باش نوريلكم طون زون طون ديرولو هكذا، هذا اسلسل دوريه لحبيتي بالوسهوب، يعني كاين طرق كثيرة باش دور يعني باش تقلبيه. من بعد ديري هكذا، ديري هاد اليد تعبزيها مليح هنا، وهذا يسقم هكذايا، ان شاء الله تكون الصوره واضحه هكذايا باش تسقمي هاد لي بورتو، هاد الشقايق ما يكونوش. فوالا بهاد اليد هكذا، ها هادي تعبزيها، تعبزي بهذا هكذا هكذا، وتعب وهذا سقمي دخلي هادو، وانت راكي تعبزي منا او ميم طون بشويه شويه تولوا تتعلموا. هكذا من بعد ديروا له هكذا شويه، ما تعبزوش بهذا دوكا، طلعوا له برك هكذا. وصفه تقليديه صحيه، لا حبيتوا تخلطوا يعني زيت الزيتون وزيت عادية، كاين لي يديرلها هكداك. دوك نعاود منها تاني كيف كيف، نسقم هكذا، نعبز بهذا وهذا ندخل هكذا. فوالا هكذا، تقدروا تدورو مرم هكذا نورمال. ومن بعد سقمي تاني غير بهذا، طلعي هاد الحواف هكذا سقميهم هكذا. فوالا فتحي هكذا شويه وتشدي هاد البورتو باش ما يتشققلكش. فوالا هكذايا بنين، تشربيه قهوه حليب، ديرو لا كونفيتور زبده ولا كونفيتور، إلي تخي بون يعني تاكلي بيه كلش، سورتو طوماطيش شليطه هاديك الحميس كيما يقولو، وتوجور ديريلو هكذا. فوالو سقمي هاد الجناب، سقميهم بركه متعبزيش. تاكلوا به العس، العدس، العدس جوازات هادو كاع يعني حنا توجور لازم يتحط هذا معاه. فوالا دوك نقسمه لكم، سينو انا نطيبو هكذايا. فوالا تقطعي هكذا، تقسمي هكذا. وانا قلت لكم كنت درت طاجين، ندير طاجين يعني يسخن، حبيتي تطيبي تقطعي هكذا، حبيتي تقطعي هكذا يعني باش هكذا ماك كيما تقدري يعني، كيما تقدري يعني طيبيه وتقلبيه. كاين اللي يحبوه خشين، حنا ما نحبوهش خشين، نحبوه رقيق هكذايا هكذا، حبيتي صغار حنا نديروهم كبار يعني نقسمهم غير على أربعة. فوالا ديري له هكذا، ديري له هكذا. فوالا سقميه، سقميه كاع من هنايا الجناب هادو، سقميهم لو يكونوا سوا سوا هاهو. فوالا انا حطيت الطاجين تاع الفخار، ندير الملح، حنا لازم الملح باش يحمار كي يطيب يحمار. ناخذ أغرم تاعي ها هو
والطاجين يكون سخون مليح، لازم يكون سخون مليح، والنار تكون مشعوله مليح. قلبيه كي تحطيه قلبيه. طاجين كبير، طيبيه الكميه اللي تحبيها. فوالا لازم النار تشعليهم، تشعلي لهم كاع هاد يعني اغرومه كورا لازم يطيب في طابونه. لا طيبتي في الطاجين فوق الواسمو، ولازم الفو يكون يعني النار تكون قويه، سينو يبس كي يطيب بالعقل يعني يبس، ما يطيبش اون بلوس ثاني يبس. تخلي هكا شويه اي مومون، ومن بعد تبداي تحركيه. احنا نقولوا تسحروا روضه، يعني تمشيه كاع باش ما يتحرقش، وتعسيه، لازم تعسيه. وهنا كنت وجدت زيت الزيتون، ها هي دوك نوريلكم كيفاش تقلبوه. انا كنت درت، تقدروا تقلبوه بهادي ولا بهادي، انا درت الاخرى، درت الاخرى توجور ندير الزيت بليتو الملح. ها هي نوريكم كيفاش تقلبوه. ها دوكا هذا نكرطو كاع، هذا يعني ماشي يعني ماشي محروق. هذاك السميد اللي درتو من الفوق، كي درت السميد يعني من الفوق لهذيك الكسره، هذاك يفا بروتيجي هاد اغروم يعني هاد الكسره باش ما تتحرقش. هذاك الدقيق اللي هذاك السميد اللي درتو من الفوق، هاي طابت هادي فوالا. نكرطها تاني، ندير لكم وحده ندير لكم وحده هكذايا. انا هكذا نطيبهم فوالا. سناي عليها مومو، هذه نولي ليها هكذا نطيب انايا. فوالا كنت درت لها الملح، درت له الملح، مسحت كاع الطاجين قبل، لازم تمسحيه، تكرطي له كاع داك الوسمو وتمسحيه. تقدري تشدي تليقه، نوري لكم كيفاش نقلبو هكذا. ندير هكذا طرشونه، بسم الله فوالا. انا كثرت له شويه تاع الزيت، انا هكذا نطيبو فوالا. تخليها مومون ثاني وديري له كما درتي له لا بروميير فوا فوالا. دوك انا نكمل نطيب هذه، نقطعها من بعد هنايا كي طيب، نقطعها هنايا كاع كي يعني نكمل الطيب، نعاود نولي لكم ونوريه لكم في طبق التقديم. فوالا هو ورم القرى نتاعنا، انا خليت لكم زوج حبيبات نكملهم لكم بلا عقل برك. قلت لكم هذاك السميد يعني بروتيجيه باش ما يتحرقش، هذاك السميد اللي درنا له اللي انا نكرط فيه، وهذاك الملح هاهو. هذه هاتي تاني، انا كثرت له الزيت، نتوما نقصوا الزيت كما قلت لكم. ديروا هكذا المبتدئات يديروا نص خير، نص كاس تاع الزيت الكيلو، وماشي بشرط يعني بزيت الزيتون، ولا كاين اللي يديروه من زيت عاديه، ديروا شويه تاع زيت الزيتون. ولا انا خليت لكم باش نوري لكم كيفاش نديروا له ثاني. انا استاذ درت له من الفوق الزيت باسكو كثرت له الزيت الداخل، سينو حنا هكذا يديروا له. فوالا فوالا زيت الزيتون،
فوالا ها نحطيه لكم هنايا. نحطها هنا قبل هذه ثاني تمسحيها هكذا فوالا تخليها هكذا نشرب مليح وتقطريه. فوالا هاني كملت معاكم وصفة أغروما قوران محبوبة احنا عندنا هنايا بزاف بزاف، يعني يحبوها كاع الناس يحبوها ياكلوها كلش. فوالا ها هي هاي طلعت لي كمية كبيرة هكذا، انا كثرت له الزيت على هذيك هاهو نقسم لكم منه هاو اغرم هدايا مازال ما تشربش. فوالا نوريكم هادي هاهي هاو اغرم القران تاعنا. فوالا ان شاء الله يا ربي جربوه ويعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم ابوني على ماشين. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.